ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم تكاتف الدول العربية والإسلامية في محاصرة منابع التمويل الإرهابي ومصادره لتغير الواقع بما لا تحمد عقباه. ومن ثم فإنه ينبغي على أهل العلم وأخص منهم المعنيين بشأن الفتوى والاجتهاد ومتابعة المستجدات أن تتوحد كلمتهم في شأن مكافحة الإرهاب ومحاصرة الفتاوى الشاذة المضللة المهددة لاستقرار وأمن المجتمعات. وهذا المؤتمر العالمي الذي نحن بصدده اليوم يعد فرصة كبيرة لتحقيق هذا الغرض، وإن الأمة بل العالم أجمع لا يتابع عن كسب ما ينتج عن هذا المؤتمر من نتائج وتوصيات تصلح أن تتحول إلى برامج عملية في واقعنا الحاضر. أصحاب الفضيلة والسماحة وأصحاب المعالي، لا تتوقف أهمية هذا المؤتمر عند حد قضية مكافحة الإرهاب والتطرف، بل يتسع ليشمل النظر فيما تسببه فتوى انتشار الفتاوى والآراء الشاذة وافتراض الصور النادرة البعيدة التي لا تمت للواقع بصلة من بلبلة وحيرة وعدم استقرار في عقول الناس وقلوبهم وحياتهم. بل وقد يستحسن التخيل والافتراض، وهذه مسألة في غاية الأهمية، قد يستحسن التخيل وافتراض بعض الصور في مجال بحث الأحكام الفقهية للدربة وإعمال القواعد والضوابط المرعية. أما الفتوى فمجالها ما يشغل الناس بالفعل ويمس حياتهم وواقعهم، ووظيفة المفتي أن يجد الحلول الناجعة لمشكلات الناس وفق مقاصد الشرع الشريف، لا أن يشتت أذهانهم ولا أن يشغل عقولهم بما لا يعود عليهم بنفع في دينهم أو دنياهم. ومما لا شك فيه أن قضية الفتوى وما يتعلق بها من ضوابط وقواعد من أهم قضايا العصر التي يجب أن ينشط لها أهل العلم والاجتهاد، وذلك لضبطها وبيانها، فإن كثيراً من المتصدرين لهذا الأمر بغير حق لم يفرقوا بين الفتوى التي تتغير بتغير الزمان والمكان والحال والشخص، وبين الحكم الذي هو أمر ثابت بناءً على فهم معين للدليل الشرعي وفق مذهب المجتهد. ومن ثم فقد أحدث تصدر غير العلماء وغير المؤهلين اضطراباً كبيراً نتج عنه خللٌ واضحٌ في منظومة الأمن والأمان، وأصبح السلم العالمي مهدداً نتيجة التهور والاندفاع والتشدد الذي اتخذه البعض مطيةً لتحقيق أغراضٍ سياسيةٍ بعيدةٍ تماماً عن تحقيق مقاصد الشريعة السمحة الغراء.